اسمي كيندا غنوم مهندسة عمارة جرافيك ديزاينر كوفاوندر اوف سيريان ديزاين اركايف. الارشيف السوري للتصميم هو مشروع توثيقي بيهدف لتوثيق مراحل تطور استخدامات الخط العربي وعناصر التصميم الجرافيكية المتنوعة وتطبيقاتها بسوريا. بيهدف المشروع لربط ارث التصميم القديم مع الحديث وتقديمه للاجيال الجديدة كمرجع مفتوح للاطلاع والبحث. سوريات. أنا كيندا غنوم خريجة جامعة دمشق كلية الهندسة المعمارية بعمل مجال الجرافيك ديزاين والبراند. سالي العسافين خريجة جامعة دمشق كلية الهندسة المعمارية وبتعمل بمجال الهندسة المعمارية. حلا أل أفسأ خريجة جامعة حمص هندسة المعمارية بتشتغل بمجال الجرافيك ديزاين والميديا. بسبب مجال عملي بالجرافيك ديزاين دراستي الحالية للهوية العربية بالخط العربي صار في عندي فضول أعرف أكثر عن تاريخ سوريا في هالمجال. حاولت أبحث عن معلومات أو أي مراجع تفيدني بهالبحث تبعي ولقيت بصعوبة كتير كبيرة إني أوصل لأي معلومات، أو إذا كان في موجودة معلومات فهي كتير متفرقة، في صفحات بتنشر صور مقالات بسيطة بس ما في مكان ممكن يوفر كل هالمعلومات. خلال بحثي صار في عندي كم من المعلومات يلي هي قابلة للنشر، وحسيت انه في اوريدي نحن عنا نيد كبيرة بنقص هالمعلومات، فقررت اتواصل مع سالي وحلاي اللي هن عندهم اهتمام بهالمجال ونلاقي فكرة كيف ممكن نطرح هالمعلومات اللي موجودة عنا. فبعد عدة من الاجتماعات والنقاشات وصلنا للسياق اللي هلأ موجود فيه الارشيف السوري للتصميم. بداية طرح الفكرة كان بآب 2020 لانتهينا من التنظيم وكيف قررنا انه ننشر البروجكت انطلق بواحد سبتمبر 2020. أول قسم هو الأرشيف السوري للطوابع Syrian Stamp Archive. بهذا الأرشيف نحن عم نوثق كل شيء طوابع سورية من 1919 للوقت الحالي، بحيث نحن نذكر سنة الإصدار، سبب الإصدار والمصمم في حال كانت عنا موجودة هي المعلومة. الأرشيف الثاني هو الأرشيف السوري للمطبوعات Syrian Print Archive. بهذا القسم نحن منجمع كل شيء مطبوع لسوريا، من عبارة عن أغلفة كتب، أغلفة مجلات، جرايد، بوسترات، بطاقات، أي شيء مطبوع تم عمله يعني من قبل مصممين سوريين أو ضمن سوريا. الأرشيف الثالث هو الأرشيف السوري للميديا. بهذا الأرشيف نحن منجمع عناوين المسلسلات، مسرحيات، إعلانات، أي شيء موجود على التلفزيون السوري من عناوين للخطوط المستخدمة منلاقيها بهذا الأرشيف. الأرشيف الرابع هو الأرشيف السوري للخط. هذا الأرشيف بيهتم بتوثيق الخط العربي بالشارع السوري، سواء كانت لافتات لمحلات تجارية، لافتات لأطباء، محامين، مهندسين، إعلانات طرقية، أي شيء ممكن نلاقيه بالشارع، حتى ممكن تكون كتابات على الجدران أو السيارات، نحن بهذا الأرشيف عم نوثقه. وهون حابة نوه على نقطة صغيرة إنه نحن كتير صعب نحصل على هالوثائق والمعلومات، إنه هو أبداً ما نو شيء سهل، وإنه أغلب هاي الوثائق اللي عم نتم الحصول عليها هي أرشيفات لأشخاص يعني اهتموا بتجميع هالمعلومات، هالكتب، هالمجلات. مثال مجموعة الطوابع أو اللي عم ننشرها نحنا بالأرشيف السوري للطوابع هي مجموعة خاصة فيني أنا، كنت بجمعها من وقت ما أنا وصغيرة، كان عندي اهتمام بجمع الطوابع، بس أنا وكبرت صار في عندي اهتمام أكثر إني جمع الطوابع السورية، فهذا كتير نحنا ساعدنا إنه نحنا تكون موجودة عنا هاي الداتا. بالإضافة تواصلنا مع النادي السوري لهواة الطوابع، ساعدونا كتير من الطوابع للمعلومات اللي هي عن المصممين، عن التاريخ، عن أي شيء نحن كنا محتاجينه، فكانوا هن يعني المصدر الأساسي للمعلومات تبعنا.
من ناحية المطبوعات فتم التواصل مع مصممين، وفي حال ما كان في إمكانية التواصل مع المصممين فنحن تواصلنا مع عيلهم لحتى نشوف إذا في إمكانية نحصل على الأرشيفات الخاصة بهالمصممين. فهيك نحن قدرنا نحصل على معلومات والأرشيف الخاص لعبد القادر أرناؤوط وغيره من المصممين. أما بالنسبة للأرشيف الشارع بالإضافة للصور اللي التيم عم يصورها بسوريا، في عنا أشخاص صاروا يتواصلوا معنا ويساعدونا ويزودونا بأرشيفاتهم الخاصة من الصور، مثل المصورة آية العظم، حسين الأزعد. فكان في كتير يعني مساعدات من أشخاص مصورين ليغنوا هذا الأرشيف. نحن الفئة المستهدفة تبعنا بهالأرشيف هي جيل الشباب، لحتى نحن نعرفهم على التاريخ تبعنا. ففكرنا وين نحن ممكن نصل لهالأشخاص وبأسرع طريقة، فكان بالنسبة لنا السوشيال ميديا. فبدينا على الانستغرام والفيسبوك لنعمل مثل تيستينج نشوف كيف تفاعل الأشخاص، ولقينا في كتير إقبال وكتير اهتمام، وبساعة كتير كبيرة الناس صارت تتفاعل مع هالأرشيفات، مثل الأرشيف المطبوعات إنه يتذكروا كتب قارينا أو تكت حضرانين مسرحية لإلها. الأرشيف الشارع كانت تفاعل فيه أكتر وأكتر لأنه هو مثل خلق نوستالوجيا، فينا نقول الأشخاص صارت تتذكر المحل اللي اشترت من عنده أو المحل الموجود بالحارة أو محل الوالد. كان في كتير تفاعل على هالأرشيفات. بهالفترة القصيرة نحن قدرنا نصل لكتير أشخاص، وبسبب هالانتشار الأشخاص صارت تتواصل معنا وتشاركنا الأرشيفات الخاصة فيها لتغني داتة الأرشيف تبعنا. نحن صح هلأ موجودين بس على الفيسبوك والإنستغرام، بس هي مرحلة أولى للمشروع. الهدف المستقبلي أو اللي عم نعمل عليه حالياً إنه نحن نخلق بلاتفورم نحط فيها كل هالداتا وتكون منظمة بطريقة صحيحة، لحتى أي شخص عنده اهتمام أو نيد لمعلومات معينة يحسن يرجع للأرشيف تبعنا ويحصل هالمعلومات. دايماً ضمن مجال الجرافيك بنعرف أسماء مصممين عالميين، بس القلة مننا بيعرف أسماء المصممين العربيين. بالوقت الحالي بالوطن العربي صار في اهتمام بهذا الموضوع، وصار عم ينشر والبلدان عم تحاول تنشر وتوثق هدول الأرشيفات، بس لسوريا ما كان في. فهذا كان دافع كتير كبير لقلنا لحتى نحن نخطو بهالخطوة ونبتهى الأرشيف ونعمل شيء لسوريا. ومثل ما ذكرت المشروع هو نتاج شخصي لأعضاء الفريق، والأرشيفات هي أرشيفات شخصية. فأي حدا عنده لو معلومات بسيطة، أي صورة، أي كتاب، أي شيء ممكن يغني هذا الأرشيف يرسل لنا إياه، نحن بنكون كتير ممنونين كرمال هالمشروع يكبر ويكون هالأرشيف هو المرجع الأساسي لأي حدا عم يدور عن تاريخ سوريا بالتصميم. Thank you.